مستورا ينكر حقا يفشي سرا يمشي مغرورا بأذان. أغلقنا الباب. مرحبا حبايبي، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم كان المفروض اني انزل قصه يا شباب، لكن متابعيني كتبوا لي في التعليقات قالوا لي يا الرقى العب لعبه زلمه يغرس قيم الرجوله، هذه لعبه شباب ترند حاليا اليوتيوبر يلعبوها، فالمتابعين طلبوها مني بكثره. المهم هذا الاختبار يا شباب يختبر مدى رجولتك، واليوم متابعيني راح يعرفوا مدى رجوله الرقى. انا لن اتكلم، كل شيء بالاثبات، كل شيء بالوثائق والاثباتات مباشره. يلا نقول بسم الله يا شباب ونضغط على ابدا. اوكي بسم الله. انت قدمت على دور رئيسي بالفيلم اللي شغالين عليه، طبعا ما ضروري احكي لك قديش هالفيلم مهم بالنسبه لنا. اي فيلم؟ الفيلم بيزرع قيم الزلوميه بالمجتمع، ومهم كتير انك تكون متقن لدور الزلمه، وما حدا فيه يتقن دور الزلمه الا الزلمه. فلهيك راح نعمل اختبار ورقي نختبر فيما اذا كنت بالفعل زلمه او لا. تفضل. اوكي شباب، هذا يريد اختباري هل انا زلمه يعني رجل او لا. يلا شباب لينا لار هذا الاختبار، اختبار الزلوميه، اجب على الاسئله الاتيه بكل شكل زلومي. اوكي يلا جاوب بصراحه، ليس الا زلومي لا بلومي. السؤال الاول، هل انت زلم يعني هل انت رجل؟ اكيد تشوف فيا لحيه وكذا، ايش تريد اثبت لك اكثر؟ هل تظن انك عن جد زلمي؟ اكيد وراح اثبت لك في هذا الاختبار. سوف اضغط الان نعم والاثبات والوثائق في الفيديو، في الوسط الفيديو يعني في البؤر. هل هنالك احتمال ولو 1% انك لست زلمي؟ اوكي لا لا لا، لا يوجد احتمال 100% رجل بحول الله. لو لم تكن زلمي هل ستكون امنيتك انك تكون زلمي؟ اكيد شباب، لان الرجال نعم مقومون على النساء، وانتم تدروا حياه الرجل احسن من حياه المراه ب100,000 مره، كلها حماس واثاره. لذلك شباب نعم سوف اتمنى ان اكون زلمي. سلم ورقتك يلا ان شاء الله. واو بصراحه انا متفاجئ كثير من النتيجه اللي قدامي. فيك تعتبر ان دور بطل فيلم زلمي يزرع قيم الزلوميه صار لك؟ يس نجحنا يا شباب. اسمع حاليا راح نبدا باول مشهد، المشهد اسمه الصبر. اول ما تطلع من الباب راح تسمع الراوي عم يحكي عنك، وكل شيء بيقوله لازم تمشي عليه بالحرف الواحد. بعرف اني ما عطيناك نص للمشهد، بس لا تنسى انت زلمه. اللي فهمته انه راح يختبروا صبري الان، وهذا انا شباب، هذا انا اتحرك، سوف اخرج من هذا الباب شباب. انا لم افهم كلامه. خرج الزلمه من الحمام باكثر شكل زلومي شهده التاريخ، وبعد ذلك بدا بالسير في ممر المبنى متوجها نحو غرفه مقيله موجوده في نهايه الممر. يلا يلا يلا، اوشكنا على الوصول شباب. اوكي عندنا هنا زر فيه انتظر، وهو يقول لي اختبار صبر. وعندما دخل لها لاحظ ان الغرفه كانت فارغه الا شوي يعني، ففي وسط تلك الغرفه كان هنالك زر مكتوب عليه كلمة انتظر، وبما أنه زلمي كان الصبر أمرا سهلا بالنسبة له، فالصبر صفة زلومية بحت، فانتظر الزلمي ثم انتظر ثم انتظر أنا منتظر. أوكي ثم انتظر يلا ثم انتظر. وبهذا يكون الزلمي أثبت أنه زلمي. حاليا بدنا نصور المشهد اللي بعده اللي راح يكون بعنوان لا للفضول بما لا يغني العقول. خليك جاهز. يلا شباب الآن لا يلزمنا أن نكون فضوليين، لأن الرجال لا يكون فضولي مثل الأطفال. في أحد الأيام كان الزلمي يتمشى في أحد الأزقة بطريقة يمكن وصفها بأنه لو رآه رجل عادي لقال أو ماي جاد، وذلك فقط بسبب كمية الزلومية التي تشرشر منه. تشرشر اوكي اوكي ترصيل اتربه. اوكي شباب الرجل لا ينتبه للاشياء الفضوليه يا شباب، لن اقرا تلك الكتابه. وفي اثناء سيره لاحظ ذلك الزقاق الذي كان عنده عباره تقول يمنع الدخول لمن لا شان له، وبما انه زلمي ابن زلمي قرر ان لا يدع فضوله يتغلب عليه واكمل طريقه. نعم اكيد شباب اكيد لن ادع فضولي يتغلب عني، هذا شيء اكيد. والله يا شباب هذه اللعبه حسيت ان هذا يكون زلمي اثبت انه زلمي. اكيد نجحنا في الاختبار الثاني. قلت لك بشباب كل شيء بالوثائق. درس في قيمة الحكمة، حاول تقدم أفضل أداء عندك. خير الزلمة بين خيارين، كان عليه اختيار أحدهما، إما العلم أو المال. العلم ولكن هذا الخيار أمر بديهي وسهل جدا بالنسبة لأي زلمة، فلذلك ذهب مباشرة نحو باب العلم. لا لا يا شباب، أنا العلم راح يوكل لي أولادي؟ لا، العلم راح يزوزني؟ ما راح يزوزني العلم الصراحة يا شباب. أي شيء المال، money is power، هذه أو power، هذه مقولة الرقى الشهيرة يا شباب. لذلك ومع كل احترامات أيها المطور، سمعت قبل لكن الآن لن أسمعك، سوف أختار المال. لذلك سوف أختار المال 100%. شنو؟ شنو؟ كيف أدخل؟ سوف أبقى أمشي نحو المال. أوه سقطت. ها شنو؟ ما تحدث شباب، المال أصبح في السماء. أريد اختيار المال، لا أريد اختيار العلم، لا أريد هالعلم. أوكي شباب يخيروني يعني بالغصب أختار المال. أوكي أيها المطور، هذا ما نتصرف، هذا تسويها، أنا لدي الحرية في اختيار، لا تخيرني أنت، أنا أخير. وبهذا يكون الزلمي أثبت أنه زلمي. لا 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 زلمي. وأنا لم تعجبني لعبة الصراحة يا شباب، لا تتحكم فيا. أنت بس بعد عنه
وهذا المشهد من الغرس قيمة هي عبارة عن مزيج بين الحكمة والشجاعة. وفي يوم من الأيام كان الزلمة يتسكع بالجوار حتى ظهر له ذلك المختلة، ولكن الزلمية التي فيه كان الزلمة يتسكع بالجوار يلزمني لا أرتعب حتى ظهر له ذلك المختل لن أخاف ولكن منه. الزلمية التي فيه دفعته لن أخاف انت بس شباب وهذا إيه أضغط على زر الجري عند الجري أوكي يلا يا أخي اسكت عني أنا أكره الألعاب اللي ما تخليني أتكلم مع متابعين حتى ظهر له ذلك المختل ولكن الزلمية التي فيه دفعته لأية القتال لن ألتفت ورائي حتى الأمر إلى أن الرجل المختل قد سقط أرضا من التعب سقط أرضا وبهذا يكون الزلمي أوكي سقط زلمي يلا نجحنا في الاختبار الثاني وهو الهروب من الممثل اسمعني منيح يمكن هذا أهم مشهد بالفيلم لازم تستخدم كل ذرة زلمية عن زلمي شو ها؟ انتهت اللعبة شنو هذا العبط يا شباب كيف انتهت اللعبة انا ما استمتعت مع كل احترامات شباب هذه لعبة خارة هذه كيف تنتهي بهذه السرعة ما زلت احب اصور المتابعيني انا ايش اسوي الان ايش اسوي اضحك اشق ملابسي كيف اقول المتابعين يشتركوا واحكي لهم قصة حياتي اوكي شباب يلا ما علينا سوف نعيد نضغط على ابدا نعيد ونركز على الاشياء اللي اسكت ونركز على الاشياء اللي ما ركزنا عليها قبل قليل خلاص الان هذا اعطاني هذه الورقة حق الاختبار لنضغط عليها شباب احاول ان اذهب إليه هل أستطيع صفعة؟ لماذا تنظر لي؟ أريد صفعة يا شباب هنا للقليم هذا قليم لكن لا أستطيع صفعة وبما أنه زلمي ابن زلمي قرر أن لا يدع فضوله يتغلب عليه وأكمل طريقة لكن لما تخلي لي أنت لعبتك فيها ثانية واحدة راح أدخل في أي مكان أي بوابة فتحة أراها راح أدخل فيها هاي ها هذه هي اللعبة التي تكون فيها ثانية فتح بلاليع ما علينا هنا واحد نشيد زلمي ابدأ هل شاهدتم زلمي في البراري يأكل أخاه زلمي زلمي رايح وزلمي جاي زلمي رايح وزلمي جاي هل شاهدتم يوما زلمي عض يدا ترعاه غرورا بيداه أغلق عن الباب والله كانت راح تكون جميلة جدا يا شباب اللعبة لو كانت كل خيار لديه نهاية لوحده وكل خيار لديه لكن شباب المشكلة أنها يخيرك في خيار واحد قبل قليل شباب اخترت المال ورفعوني في الفضاء ونزلوني وما أدري الآن ما عاد في أي نهاية أخرى هذه هي اللعبة هذه لم أجرب أني أخرج وهو يتحدث أوه لا السلام عليكم السلام عليكم انتهت اللعبة والله يا حبيبي كنت قادر تسوي لعبة تضرب في اليوتيوب ضربة في العنق الرحم اجعل الشخص اللي يلعب هو الذي يختار لوحده لا تحطه بين خيار مصيري اجعله يختار وفي الأخير اجلطه وقل له أنت لست رجل لكن تحطنا في خيارات محدودة واللعبة فيها ثانية هكذا راح نغضب عليك لأن متابعينا لا يستمتعوا إن شاء الله يكونوا متابعيني استمتعوا فقط اكتبوا لي بتعليقات متابعيني إذا استمتعتوا فأنا أشكر هذا مطور اللعبة إذا ما استمتعتوا في هذا الفيديو فأنا أبغض على هذا مطور اللعبة صراحة كل شيء متابعين هو تحكموا فيه لذلك حبايبي ان شاء الله تكونوا استمتعتوا وهذه نهاية مقطعنا اليوم ان شاء الله السبت القادم انا اعرف واقرا كل تعليقاتكم تقولوا لي الرق انزل قصة المتوسطة انا اقراها بحول الله السبت القادم اذا قدرني الله بحول الله سوف انزل لكم قصة المتوسطة بعنوان شياطين الانس كان معكم الرقة احبكم جدا انتم حياتي وانتم كل شيء فيا نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله والى اللقاء حبايبي